ولكنكم أزهقتم أرواحا بريئة. بعد موت نهار وخلو العرش من جالس عليه لن يبقى هناك أبرياء يا أبا شمس. كانوا سيتحولون إلى وحوش سيطالبون بالعرش لأنفسهم. ربما أدى ذلك إلى حرب دموية لن تبقي على أحد. لا أظنك تجهل هذا يا أبا شمس وأنت العارف بدخيلة المرء. ولكن لماذا قتلتم سيفا وهو مجرد صبي صغير؟ أنت من صوره لنا وحشا يجب القضاء عليه يا أبا شمس. أنت ماذا قال طبيب القصر عندما رأى جثة نهار؟ قال إنه مات خوفا على زوجته وطفله. ومن قتلناهم سيقولون إنهم غادروا المدينة حزنا على فراق نهار. ومن يصدق ذلك؟ سيصدقون يا أبا شمس. لن تجد من يسأل عنهم إلا ذويهم، وأنت كفيل بإسكاتهم. أية خطة لعينة رسمت يا مصعب؟ أية خطة؟ خطة كنت تتمنى في أعماقك أن تنفذ، وقد نفذناها لك. بقي أن تلتزم بما اتفقنا عليه. الشرط الأول أن أكون وزيرك. للشرط الأول بقية يا أبا الصادق. أبو شمس يعرفه جيدا. أنت مستشاري الأول يا حجر، وأنت يا حنظلة قائد الجند. أما أوس فإن برئ من جراحه فسيكون قائد الحرس في المدينة. أما الشرط الثاني أن أزوجك من الفتاة التي ترغب. لست ممن ينكثون بالاتفاق أو يغيرون في بنوده يا مصعب. إن كان قد حدث تغيير يا أبا شمس فهو لصالحك أولا، لأننا جعلنا كل منافسيك على الحكم يختفون وإلى الأبد. ليحل محلهم أصحاب سيكونون العون الأكبر لك في إدارة البلاد. لن تندم على وجودنا إلى جانبك يا أبا شمس، وسترى، سترى كيف سننقذ البلاد من الفقر الذي هي فيه. بلادنا ليست فقيرة. إذن سنجعل ناسها يغرقون بالمال والنعيم، وسترى، سترى كيف نحول هذه البلاد إلى جنة على الأرض. Ha 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 ha
جسدها فستأسرك رائحته وتأسرها معك، وسترى كيف يلتصق العبق بمسام جلدها. لا يبارح حتى تغتسل مرارا وتكرارا. ها، ولماذا تغتسل ما دام العطر سيبقيها زكية ومرغوبة؟ أنت تزداد خبثا يا جبلة. لا لا لا، أنا أزداد معرفة ومرانة. إذن لا أدفع لك ثمن العطر حتى يثبت فاعليته. حسنا، إن أثبت فاعليته سأخذ ثمنه مضاعفا. قبلت يا جبلة. ماذا؟ هل أعجبك العطر؟ أعطني مما أعطاك الله. الشمقمق هو بعينه يا سيدي. ألا ترى دكانا غير دكاني؟ أرى البخلاء في كل مكان، فأقصد الكريم ابن الكريم. تقصد الكريم لتحصل على قوت يومك. خذ. هذه تساوي نصف قوت يومي يا سيدي، فلماذا لا تدعني أعمل عندك بقوت يومي كله بدل أن أمد يدي إليك كل يوم؟ سبق وأن طلبت ذلك 100 مرة، وقلت لك 1000 مرة هذه الدكان لا يدخلها بائع سواي. فانصرف بقطعة النقود هذه قبل أن أستردها منك. لا أظنك تفعل. هاتيها. هذه اللؤلؤة تتعمد إغاظتي، ولكني أحب ما تفعله بي. ألم تغادر السرير بعد؟ أتعجب كيف تكره السرير وتبقى فيه. تماما كما أحب قاعة العرش وأكره المكوث فيها. أهي أحجية يا عباد؟ بل هي معضلتي يا سمية. أعرف أن معضلتك هي الكابوس الذي يلازمك. أجل، كابوس أثناء نومي وكابوس في يقظتي، فلا أهرب من هذا إلا ليتلقفني ذاك، كأنهما كلابان يطبقان علي في كل اللحظات. لقد اعتدت منك تهويل الأمور. لأنك لا تفهمين ما يدور حولك. أترغب في تناول الإفطار؟ أين شمس؟ كعادتها في الحديقة تنتظر وصول الطائر. تتسلى بانتظاره. سببت لك الفزع؟ لا يحق لك أن تتسلل هكذا. أتسلل؟ إنها حديقة لكل أهل القصر وأنا من أهله. لكنني وحيدة هنا. كيف؟ والبستاني مقيم فيها. مولاتي، إن كنت قد أسأت بالاقتراب منك فبهاؤك يلتمس العذر لي. الذنب ذنبه وليس ذنبي. لو كنت أقل جمالا هل كانت خطايا تقودني إليك؟ هذا لغو لا أحب أن أسمعه. هذه حقيقة لا ينكرها السحر نفسه يا شمس. ابتعد عن طريقي. ابقي، سأغادر أنا،
أحببت أن أداعبك لا أكثر. لا أحب هذا النوع من الدعابات. وأنا أعترف أنني أسأت التصرف وأحترم رغبتك. قل لصانع الزجاج أريد قوارير أخرى بأشكال مختلفة تغري الزبون بشكلها قبل أن يغريه العطر الذي بداخلها. انصرف. يا لي من أحمق، نسيت أنه أخرس وأطرش. صباح الخير أيها البائع الوسيم. بضاعتنا ليست للبيع. وأنا ما جئت لأشتري. إذن بإمكانك أن تنصرفي. كما تشاء. وداعا. لؤلؤة، يا حبات رقيقة تتساقط على وجهي كقطرات الندى، فتلج من خلال مسامي وتصل القلب وتسكن فيه. ويا شهدا أودعه النحل أمانة في شفتيك، ويا قمرا أضاء سواد ليلي حتى بات أشد لمعانا من النجوم، ويا عطرا طغى على كل عطور الدنيا. ها أنت تسبقينني في التعبير عما يدور في خاطري. بل أنا أردد ما تقوله لي دائما. لماذا لا تتعب نفسك بإيجاد عبارات غزل أخرى حتى أحس أن حبك لي يتجدد كل يوم، يقوى ويكبر؟ والله قد كبر، كبر حتى صرت أنا صغيرة. والآن لنبدأ المحاكمة. لا وقت للمحاكمة الآن يا جبل. كيف وقد تأخرت في المجيء إلي؟ ليس هناك وقتا محددا أجيء فيه إليك. لا 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 لا، عودتيني دائما أن أراك قبل أي زبون حتى يكون نهاري ضاحكا. تعرف كم أحب ذلك، غير أني لست ملك نفسي لأفعل كل ما أحب. أصبتي، أنت لست ملك نفسك، أنت ملكي وحدي. إن أعتقتني سيدتي. أديري وجهك عنه. سأذهب الآن. انتظري، أنا لم أفرغ منك بعد. ما رأيك بالعطر الذي نراه؟ أعتقد بأنه حبيس قوارير قميئة كصاحبها، فكيف أحكم دون أن أرى وأشتم؟ أنتم ستدفعون ثمن هذا العطر. كيف تجرؤ على الإمساك بيدي أيها المغفول؟ أنا لست مغفولا، أنا صاحب حق وصاحب الحق أرعن. أرنا رعونتك. لا، ثلاثة قذرين على واحد. شيطان يختبئون داخلك. سنخبر أوس وهو يتدبر شأنه. وماذا نقول له؟ عجوز سخر منا وضربنا بعصاه. فماذا تقترح؟ وماذا أقترح سوى أن نلوذ بالصمت ونكتفي بما نلناه؟ هيا يا أبا موسى، هيا يا رجل اجلس على كرسي العرش لنرى كيف تبدو. هل فقدت عقلك يا أبا موسى؟ ماذا لو رأك عباد؟ كنا نمرح ليس إلا مرح في غير موضعه. هل ترغب بكرسي العرش يا أبا موسى؟ مطلقا يا سيدي، ولماذا أرغب به إن كنت تعفو عنه؟ ولماذا أعفو عنه؟
لأن الابتعاد عن كرسي العرش يجعلنا آمنين من كل سوء. أعرف هذا. وهذا يكفيني منك يا أبا موسى. ما أخبار قوافل المسافات الطويلة يا حنظلة؟ عادت كلها بأرباحها المعتادة، وغدا سوف تنطلق عائدة أدرجها. وماذا عن أبي صالح وابن قحطان؟ سيدفعان ما عليهما خلال 10 أيام. وإن تأخرا؟ وضعنا أيدينا على كل ما يملكان. مولاي عباد، تعود الحياة تطاق يا أبا الركاب. أصبح الجند نقمة علينا بدل أن يكون عونا لنا. كم كانت الأمور مختلفة حين كان نهار حاكمنا والصافي. أما زلت تذكر تلك الأيام؟ كيف لا أذكرها وقد كان الصافي صاحب والدي وولده صاحبي. أتذكر يا أبا الركاب؟ أتذكر كم كنت تحب سيف؟ والله لم يخفى عن ناظري لحظة واحدة طوال هذه السنين. كيف اختفى أولئك الرجال فجأة؟ الصافي وولده وابن مسعود وسليمان وغيرهم، كثيرون اختفوا الواحدة والآخر. الآن فقط تسأل كيف اختفوا بعد كل هذه السنين؟ لأن الجند أوسعوك ضربا تتذكر الآن، أم أنك شعرت بالظلم فتساءلت؟ على كل حال أنا سعيد لأنك سألت، لأن الآخرين انمحت ذاكرتهم واضمحلت. المدينة الفاضلة التي كانوا يستظلون بظلها انقرضت ولم يسأل أحدهم عن السبب. تريد أن تقول شيئا يا أبا الركاب؟ ليس لدي ما أقوله. بلى، لديك الكثير لتقوله. لا تتعب نفسك يا جبلة، فجراحك لا تزال ندية. هل تعرف شيئا عن اختفاء أولئك الرجال؟ لم أكن موجودا حين اختفوا. كنت في وادي الثعالب كما تذكر، وعندما عدت كان عبده الحاكم ومصعب عصبته يستلمون بقية المناصب في الحكم. نعم، بعد أن اختفى الصافي وابن مسعود وسليمان. قل لي يا جبلة، هل تظن أن أحدا يختفي هكذا فجأة؟ لم أفهم. أعتقد أن من اختفى قتل ولم يختفي، وأن مصعب عصبته وراء قتلهم. أخفض أخفض صوتك يا أبا الركاب. وأظن أن عبادا شريكا لهم، وإلا كيف تفسر لي أن يصبح مصعب وزيرا، وحجر مستشارا، وحنظلة رئيسا للجند، وأوس رئيسا للحرس؟ كيف وكل هؤلاء من الأغراب؟ كيف؟ أنا عائد إلى دكاني، أنا لم أسمع شيئا ولا أريد أن أسمع شيئا. كيف هي أمور الدولة يا أبا الصادق؟ تسأل وأنت حاكمها؟ اطمئن يا مولاي، أمور الدولة على أحسن ما يرام. على أحسن ما يرام؟ فلماذا يئن العامة من البطالة وثقل الضرائب؟ البطالة صنع يد الإنسان يا مولاي، أما الضرائب فهي غذاء خزينة الدولة، ولا دولة دون خزينة عامرة. ألم تعمر خزينتنا بما فيه الكفاية؟ إن كانت الخزينة قوام الدولة فالأحرى بنا أن نثبت أركانها لا أن نزعزعها. أركان الدولة تقوم على الناس فيها وليس على المال. إن شئت وزعنا ما في الخزينة على الناس. وهل تفعل إن شئت؟ أنا لا أهدم صرحا بنيناه بشق النفس، ولكن إن كنت لا تبرأ مما أنت فيه إلا بخواء الخزينة، أمرنا أن يبعثر ما فيه على العامة. لست سقيما لتطلب لي الشفاء يا أبا الصادق. بل أنت سقيم يا مولاي منذ مدة، وحالك في تدهور مستمر، وأنت لا تكلف نفسك عناء البوح لنا بما أنت فيه. إنها قلة النوم ليس إلا. ولقلة النوم أسباب يا مولاي، فلما يجافيك النوم؟
لما تنام قليلا وتستيقظ مذعورا وتبقى مستيقظا حتى الصباح؟ وتعرفون هذا أيضا؟ ونعرف أنك لم تطلب استشارة الطبيب حتى الآن، فكأنك تعرف مرضك ولا تريد الشفاء منه. أنتم تراقبونني جيدا. نحن نراقبك كي نحميك من العثرات يا مولاي. لست ممن يتعثرون يا أبا الصادق. فماذا تسمي ما أنت فيه؟ أسميه احتجاجا على ما نحن فيه. لقد تجبرتم ونزعتم الرحمة من قلوبكم وجعلتم الناس يئنون من أوجاعهم. هل سمع أحدكم أنينا؟ اخرج إلى الشارع لتسمع يا أبا الصادق. خرجنا يا مولاي فلم نسمع إلا صوت الصمت والخضوع والتسليم، وهذه هي السياسة المثلى في الحكم يا مولاي؟ لا، هذه سياسة تنفع لقيادة قطيع من الأغنام، وبلادنا ليست حظيرة. بهذا أنت تغالي كثيرا يا مولاي. أنا حزين لما آل إليه حال البلاد يا أبا الصادق. حزين؟ حزين لأن البلاد في قبضة من حديد؟ قبضة من حديد أنتم أصابعها. إذا كنا أصابع القبضة يا أبا شمس فأنت الساعد الذي يحملها. ساعد تحركه أصابع يده أحر به أن يقطع يا أبا الصادق. أسمي هذا تخاذلا، وأنت تعلم أننا نكره المتخاذلين. هل ستقتلني كما قتلت الآخرين؟ ولكنني مقتول وأنا أتنفس على هذا الكرسي، فما يضيرني لو سالت دمائي على الأرض؟ يضيرنا نحن يا أبا شمس، نحن الذين نريدك أن تبقى حاكما يضللنا بنبله وتفهمه لما يجري. دولة النور لا تكون إلا بك، إلا وأنت تعطيها الضوء ليستمر بريقها الذي يخطف الأبصار. وليكن ما تريد يا أبا شمس، سنلغي قسما كبيرا من الضرائب، هل يريحك هذا؟ يريحني أن يختفي المتسولون من بلادي. سيختفون يا مولاي اطمئن، لا تخشى شيئا، الناس هنا قانعون بما هم فيه، ولو كان تخوفك في مكانه لرأيت الشكاوي تنهال عليك من كل حب وصوب. هل سبق لك وتسلمت شكوى من أحد العامة يا مولاي؟ إياك أن تأتي بحركة تكلفك رأسك. كيف تمت الأمور؟ كما تشتهي. والآن ماذا سنفعل به يا قصي؟ نقتله ونخفي جثته. لا، لن نعاملهم بالمثل، فلسنا قتلة ولن نكون. كيف وهم يقتلون دون هوادة ولا رحمة؟ أسيادهم من قتلوا ويقتلون، أما هؤلاء فأدوات حمقى بين أيديهم. فلما أمرتنا بإحضاره إذن؟ لينقص واحد منهم فيخف الأذى عن الناس، وسرعان ما يلحق به الكثيرون، حتى إذا ما تلفت أبو إسحاق حوله لا يرى أحدا من حراسه الذين أطلقهم كالكلاب المسعورة.
تعني أن نحبسهم؟ وفي مكان لا يمكن الوصول إليه. ولكن هذا سيكلفنا إطعامهم والعناية بهم طوال فترة حبسهم. سنطعمهم من الأموال التي نهبوها من العامة. وأي مكان يتسع لكل الحراس إذا أردنا اختطافهم جميعا؟ قد اشترى لنا ابن الهيثم بيتا كبيرا لهذا الغرض، وسيكون هناك رجال منا يحرسونهم ويعتنون بهم. من هو ابن الهيثم يا قصي؟ ألم تقل بأنك ستجمعنا به يوما؟ نحن أيضا يجب أن نراه. ليس الآن يا مازن، ابن الهيثم سيظل مختفيا حتى يظهر نفسه بنفسه، وحتى ذلك الوقت سأبقى تحت إمرته وستبقون تحت إمرتي. تظن أننا سنكشف سره؟ لن تفعلوا، لكنه حرص يفيدنا في تنفيذ ما اتفقنا عليه. وطالما قد اتفقنا على مبدأ التصدي لعصبة أبي الصادق، فلا يهمكم من يعمل في الخفاء لذلك الأمر. أحرساه جيدا، وسنقوم بترحيله ليلا. ما بك يا لؤلؤة؟ كأنك على غير ما يرام. لا شيء يا مولاتي. مذ عدت من السوق وأنت على هذه الحال، هل تشجرت مع جبلة؟ لم يحدث وتشجرت مع جبلة. أجل، فأنتما عاشقان هادئان. ما سبب انقبادك إذن؟ حراس المدينة يا مولاتي. حراس المدينة؟ ما زالوا يتحرشون بالناس ويوسعونهم أذى وإهانة. هل تحرشوا بك؟ تحرشوا بجبلة لأني كنت في دكانه، ثم أسمعوني بعض الكلام الغليظ. كان عليك أن تخبريهم بأنك جاريتي وأن هددتهم بمولاي الحاكم عباد، فسخروا مني. ماذا هناك يا شمس؟ حراس أبي إسحاق مرة أخرى يا أبي، إنهم يزدادون غطرسة وظلما للعباد. إن كانوا قد باتوا أسياد البلاد فمن حق أهلها أن يعرفوا. من آذوا هذه المرة؟ أيهم من آذوا يا أبي؟ المهم أنهم يواصلون الأذى، وهذا أمر يجب ألا تسمح بحدوثه. معك حق يا ابنتي. كيف لحراس وظف لحماية الناس أن ينقلب عليهم ظالمين مستهترين؟ ومن هم أولئك الحراس يا أبي؟ إنهم أغراب جندهم أبو إسحاق بأمر من أبي الصادق، فكيف يتفق أن يحكم غريب ابن البلد؟ إذا كان أبو الصادق وعصبته أغرابا، فهل تتذمرين من حراس يأتمرون بأمرهم؟ تقول عصبته ومع ذلك لا تحرك ساكنا. وهل يتحرك النجم في كبد السماء؟ هكذا أنا يا ابنتي، لقد كبلوني بقيود ثقيلة بالكاد أتنفس من خلالها. وستبقى مكبلا؟ ستبقى مسلما بالأمر؟ لما أنت حاكم البلاد إذن؟ حاكم جرد من صلاحيات حكمه. إذن أحرى بك أن تترك الكرسي لهم. اترك الكرسي لأبي الصادق يا أبي، فهو أحق منك بالجلوس عليه. تعرفين أن الغريب لا يحق له أن يجلس على كرسي الحكم، لكن يحق له أن يدير الحكم. هل تظنين أنني لا أفكر في الخلاص منهم؟ هل تعرفين ما أعاني من وجودهم رابضين على صدري وصدر الدولة؟ أنا أحترق ألف مرة كل يوم، لكن أي محاولة مني لإيقافهم ستكلفني حياتك وحياة أمك أولاً قبل حياتي. إنهم أقوى مما تظنين يا شمس، إنهم في ثقل الجبال، فما تنفع معهم ريح صغيرة. قد تصبح الريح كبيرة، قد تتحول إلى إعصار يقتلعهم من جذورهم. أرى هذا أحيانا في أحلام يقظتي. حاكم ويعيش أحلام يقظة. إني أرثي لحالي لأني ابنتك يا أبي. شمس، صدقيني يا ابنتي، أنا أبحث عن وسيلة للإيقاع بهم.
فكيف هم يمسكون بزمام الأمور كلها؟ لن أعدم الوسيلة، الأمر يحتاج إلى مزيد من الصبر. صبر كهذا لن تجده عندي يا أبي. لا أسمع عليك يا أبا العطا. ماذا هناك؟ لا شيء يا سيدي، كنا نمرح مع أبي إسحاق. تمرحون ثانية في قاعة العرش؟ لأن أبا إسحاق فاجأنا بأنه يريد أن يخطب لي ولدي إسحاق. أبلغ إسحاق سن الزواج؟ إسحاق تجاوز 18. ما أسرع ما تمر السنين. وهل شفي من جراحه حتى تخطب له؟ إنها تلتئم. وماذا فعلت بمن سببوا له تلك الجراح؟ إنهم في السجن بعد أن فتحنا في أجسادهم أنفاقا. أخرجهم من السجن يا أبا إسحاق، لا نريد أن نزيد من نقمة الناس علينا. أنتركهم دون عقاب وقد فعلوا بولدي ما فعلوا؟ كل الناس يتحدثون أن ولدك من حاول الاعتداء على ابنتهم، ولهذا نال ما يستحقه منهم. ولكنه يبقى ولدي. ومن حاول الاعتداء عليها هي ابنتهم أيضا. هل كنت تسكت لو أن أحدهم حاول الاعتداء على ابنتك سارة؟ كان سيمزقهم إربة. أخرجهم من السجن واعتذر لهم. وأعتذر لهم أيضا؟ أنا أعني ما أقول يا أوس، لا نريد أن نؤلب العامة ضدنا فنزيد الأمور سوءا. ولقد رأيتم تذمر عباد، أنا الآن بأمس الحاجة إلى إرضائه. أنت بحاجة لإرضاء عباد؟ فيما أنا مقبل عليه. أجل، قل لي يا أبا إسحاق، من ستخطب لابنك؟ ابنة التاجر داود الأصغر. إنها قبيحة الوجه. إنها تناسب إسحاق. يا حنظ الله أوس، هل جننت يا أوس؟ وبعد يا أبا إسحاق، وبعد ماذا هناك يا مولاي؟ اسأل حراسك الذين لا يكفون عن إلحاق الأذى بالناس. قل لي من أخطأ وسأفصل لك رأسه عن جسده. الكثيرون يا أبا إسحاق، ولا تنكر أنك تعرف ذلك حق المعرفة. أنت بهذا تهينني يا مولاي. وبهذا يقول الحقيقة يا أبا إسحاق. أنا أيضا سمعت الكثير عن الفوضى التي يسببها حراسك. أتدري معنى هذا؟ معناه أنك أصبحت غير قادر على السيطرة على حراسك. معناه أن نجد سواك لهذه المهمة. ولكن يا سيدي. أصمت عليك اللعنة، إنه الإنذار الأول والأخير. إن لم تلجم حراسك عن إلحاق الأذى بالناس ستجد نفسك خارج القصر وخارج المدينة أيضا. أرجو أن تسمعني. امتلع لسانك وانصرف. هيا. أعدك أن لا يتكرر خطأ كهذا يا مولاي. فإن تكرر فلن أرضى بأبي إسحاق رئيسا للحرس. لك ذلك، نحن أيضا حريصون على راحة العامة يا مولاي. ترى أين موطن ذلك الطائر يا لؤلؤة؟ وما يدريني يا مولاتي، ربما في مكان لا يقطنه البشر. لكنه يأتي إلى مكان يعيش فيه البشر. إلى هذه الحديقة بالذات يا مولاتي راقبته مرارا، إنه يأتي ليحط على نفس الغصن ثم يغادر المدينة من حيث جاء، لا يحيد أنملة عن طريقه. أنت أيضا لاحظت ذلك؟ سأقول شيئا، على ألا تسخري مني يا مولاتي. ولماذا أسخر منك؟
لأن ما سأقوله قد تجدينه ضربا من الحمق. لم أعرفك حمقاء يا لولو. أنا أشك يا مولاتي أن ذلك الطائر يأتي إلى حديقتنا دون حدائق المدينة كلها ليراك. ليراني؟ أجل أجل يا مولاتي، إنه يقف على غصنه ويحدق إليك وكأنه يعرفك. أتعتقدين هذا فعلا؟ وأكاد أقسم على ذلك، إن عيني لا تحيدان عنه عندما يكون هنا، ولا بد أنك تحسين بحدة نظراته إليك. ربما لهذا أنا متعلقة به، ولهذا أدفع نصف عمري للحصول عليه. ألا تظنينه أجمل وأبهى، وهو حر طليق يأتي ويذهب على هواه؟ أتقولين هذا لأنك لست حرة؟ ربما يا مولاتي، ربما لأني أتمنى أن أكون كذلك الطائر. وأي أمر أكثر سحراً أن يكون المخلوق حراً؟ أتريدين أن أعتقك لتتزوجي من جبلة؟ لا أملك أمنية سوى هذه يا مولاتي، على الرغم من حبي البقاء إلى جانبك. وأنا أيضاً أحب أن تبقي إلى جانبي، لكني لن أقف حجر عثرة في طريق زواجك من جبلة. هل؟ ليس الآن يا لؤلؤة، ليس الآن. متى يا مولاتي متى؟ عندما أجد لؤلؤة أخرى تنوب عنك في إغناء حياتي. أنا أغني حياتك يا مولاتي؟ تعرفين هذا أيتها الشقية. أهلا بأبي الركاب. ماذا تغير فيك يا جبلة؟ ماذا؟ عندما كنت فتيا كنت أكثر اعتدادا بنفسك، أكثر جرأة، حتى إنك كنت تدخل معركة تعلم أنك الخاسر فيها فقط كي لا تتهم بالجبن. أتسمي الحرص جبنا يا أبا الركاب؟ تقول الحرص؟ أجل، الحرص والحذر والحيطة. أنت لا تعيش هنا حتى تعرف حجم المخاطر التي تحيط بنا. أنت تمكث هنا عدة أيام ثم تعود إلى واديك. نحن من يرى الوجوه، نحن من يرى الأنياب المسنونة والمخارب المشحوذة والسيوف التي تنتظر الرقاب لتطيح بها. كأنك تصور الحياة هنا جحيما. ربما. وترضى أن تحترق فيه؟ لا أستطيع أن أرد لهيبه عني. لماذا وهبك الله العقل إذن؟ لماذا وهبك هذا الجسد؟ كي تغمض عينيك وتظل قابعا خائفا في دكانك؟ لا أريد أن ألقي بنفسي إلى فم الموت. لو لم أخلصك من بين أيديهم لكان فم الموت قد ابتلعك. لماذا ارتعدت عندما كنا في البيت وهربت؟ لأن لأبي موسى وأبي إسحاق آذان وأعين في كل مكان. حتى في بيتي يا جبلة؟ أجل، إنهم يسمعون دبيب النمل في وكره، وإن أردت شواهد على ذلك لدي الكثير. إنهم زجوا بأناس في السجن لمجرد أنهم تحدثوا إلى أنفسهم. أقسم، أقسم إن أحدهم روى لي ذلك. ألا تريد أن تذهب لتحضر الأزهار التي جلبتها لك؟ لماذا لم تجلبها معك؟ فكرت أن نذهب سوية لإحضارها. هيا. هل تملك وقتاً تضيعه معي يا مولاي؟ معك لا يضيع الوقت يا أبا الصادق. إذن أستطيع أن أفضي إليك بما يؤرقني. أيعقل أن يكون هناك ما يؤرق أبا الصادق؟ لماذا يا مولاي؟ ألست بشراً؟ بلى، ولكنك أكثر صلابة من الصخر. ألأنني حازم بعض الشيء؟ صدقني يا مولاي، لا شيء أجدى من الحزم في إدارة البلاد. ولو كنت لينا لن تزعنا من البلاد انتزاعا وأنت على رأس نحن. يؤسفني أن أغالطك يا أبا الصادق، أنا أرى. دعنا الآن مما تراه يا أبا شمس، أريد أن أتحدث إليك في أمر آخر. وأين تريد أن نتحدث؟ في مخدع يا مولاي، أعني في مخدعك السابق. هل لي بهذا الشرف يا مولاي؟ أهو.
هل تخشى سماع كلامي يا جبل؟ أخشى أن لا فائدة من سماعه. أنت تعرف رأيي، لن أزيد عليه شيء ولن أنقص منه شيء. دعني أذهب إلى بيتي. ومن لك في البيت يا جبلة؟ أنت وحيد مثلي، لا ولد لك ولا زوجة. على الأقل هنا تجد من تتحدث إليه، خشية أن تتحدث إلى نفسك فيسمعونك ويضعونك في السجن. متى ستعود إلى وادي الثعالب؟ لن أعود إلى وادي الثعالب يا جبلة. ماذا؟ الأزهار التي بين يديك هي من آخر رحلة لي إلى وادي الثعالب. أتعني ما تقول؟ نعم، أعنيه يا جبلة. فلم أعد قادرا على تحمل الأخطار، ودب الوهن في جسدي. أنت لا تقول الصدق يا أبا الركاب. من فعل بالجند ما فعل لا يشكو جسده من وهن. ما فعلته بالجنود لا علاقة له بقوة الجسد أو عدمه. الذي له علاقة هو الحمية والعنفوان ورد الظلم. الوضع المخزي الذي كنت فيه هو من أكسب جسدي قوته. حتى الجرذ إن تعرض للظلم يصبح نمرا. ومع هذا فأنت لم تكن جرذا، ولا أظنك تكون. إن كنت لن تعود إلى وادي الثعالب كيف أصنع عطوري؟ من الأزهار الموجودة هنا كما يفعل العطارون الآخرون. ولكن زبائني اعتادوا على العطر المميز. في هذه الحالة عليك أن تعتمد على نفسك في كسب رزقك. انزل إلى وادي الثعالب وأحضر أزهارك بنفسك، وبذلك توفر عليك ثمنها الذي تدفعه لي. أقسم أنك لن تعود إلى وادي الثعالب. أقسم على ذلك يا جبل. في هذه الحال سأسهر الليل بطوله معك، لأن النوم لن يجد طريقه إلى عيني. أنا سعيد لسماع هذا الكلام، ولكن على أن تساعدني في تحضير الطعام. ها؟ ما بك يا مولاي؟ لا شيء، فقط أنا لم أدخل إلى هنا منذ فترة طويلة جدا. ما زال مخدعك إن أردت. أسعدتني زيارتك يا أبا شمس. هذه ليست زيارة، هذه دعوة منك، فابدأ حديثك. حديثي ذو شجون يا مولاي، وأرجو أن تقدر الحالة التي أنا فيها فلا تتهمني بالضعف. مثلك لا يتهم بالضعف يا أبا الصادق. ومع هذا فأنا في الفترة الأخيرة مثل فارس أعياه التعب وآن له أن يستريح. أوجز يا أبا الصادق إن كنت لا تريدني أن أقضي الليل هنا.